أسعد الله أوقاتكم. هناك وزراء مغاربة مسجلون في سجلات الشؤم بالقرارات التي اتخذوها في حق الشعب المغربي، من بينهم يوسف بن العباس الطعرشي. من يكون هذا الوزير؟ وما هو القرار المشؤوم الذي أصدره وغير من تاريخ المغرب المعاصر؟ بداية، يوسف بن العباس الطعرشي هو من مواليد مدينة مراكش، شغل منصب وزير لصاحب المغرب في 24 ديسمبر 1958 خلال حكومة عبد الله إبراهيم. كانت دراسته الابتدائية والثانوية بمراكش، ثم انتقل إلى فرنسا لدراسة الطب في إطار البعثات التي كانت ترسلها الحركة الوطنية، وتخرج طبيبا وعاد إلى المغرب ليشتغل منصب وزير الطب. في 26 فبراير 1961 تم تعيينه في نفس المنصب، ثم مرة ثالثة في نفس المنصب خلال التعديل الحكومي في يونيو 1961. وفي 5 يناير 1963 تم تعيينه وزيرا للتربية الوطنية، أعيد تعيينه في نفس المنصب في 13 نوفمبر 1963 في ظل حكومة أحمد بوحنيني. شغل يوسف بن العباس الطعرشي منصب سفير المغرب في باريس ووزيرا للصحة، لكن شهرته اكتسبها في وزارة التعليم باعتباره مفجر انتفاضة 25 مارس 1965 بمرسوم وزاري أثار أقوى غضب لتلامذة المغرب، كما أنه أخذ قرارا بمنع الطلب الأجانب من الإضراب مع الطلبة الأطباء حينما كان وزيرا للطب. فتعود قصة هذا المذكرة المشؤومة بتاريخ 19 فبراير 1965، أصدر وزير التربية الوطنية يوسف بن العباس الطعرشي مذكرة وزارية تقضي بمنع التلاميذ الذين تتجاوز سنهم 16 سنة في السنة الرابعة إعدادي من الانتقال إلى الأقسام الثانوية. وجاء في المذكرة، تقول المذكرة بالحرف: من الضروري ألا يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي سوى التلاميذ القادرين على متابعة دراستهم في إحدى الشعب المتخصصة من السلك الثانوي، وأنه يمكن أن يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي التلاميذ المزدادون عام 1948 وتبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر، فلا يمكنهم ولوج السلك الثاني من الثانوي والوصول إلى البكالوريا. أثار هذا القرار حفيظة التلاميذ الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، ورأوا أنه يسعى لحرمان جزء كبير منهم من استكمال مسيرتهم الدراسية في مغرب الاستقلال. وفي يوم الاثنين 22 مارس من سنة 1965 تظاهرت 13 ثانوية بالدار البيضاء، وخرج التلاميذ محتجين، لكن السلطات قابلت هذه المظاهرات بموجة كبيرة من القمع والاعتقالات. بداية، وقعت بمدينة الدار البيضاء خلال 22 23 24 مارس 1965 حوادث خطيرة كانت بمثابة إدانة لهذا القرار الحكومي، إذ خرج تلاميذ المدارس والثانويات في مظاهرات سلمية نظموها احتجاجا على هذا القرار وتسريب هذا القرار عبر منشور صدر في 19 فبراير 1965 من قبل وزير التعليم يوسف بن العباس الطعرشي بطرد التلاميذ من المدارس والثانويات وحرمانهم من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. كان القرار الذي اتخذته الحكومة في تلك الفترة كتطبيق للتصميم الثلاثي بشأن التعليم، حيث اتخذت إجراءات تقضي بأن يطرد من المؤسسة التعليمية التلاميذ البالغون من العمر 15 سنة من السنة الأولى، والبالغون من العمر
16 سنة من السنة الثانية، والبالغون 17 سنة من السنة الثالثة، بحيث أن التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الابتدائي أو الثانوي في السن المحدد لظروف ما أصبحوا مهددين بالطرد. والغريب في الأمر أن هذا القرار اتخذ قبل المصادقة على التصميم الثلاثي الذي لا يزال معروضا آنذاك على مجلس النواب. ولهذا خرج التلاميذ وتلميذات المدارس والثانويات في إضراب عام استنكارا لقرار وزارة التعليم، وبدأوا مظاهرتهم السلمية للتعبير عن استنكارهم لذلك المخطط الذي يجعل مصيرهم مظلما ومستقبلهم مجهولا. وفي توالي الأحداث، وفي يوم 23 مارس تجمع التلاميذ وانطلقوا في مظاهرة حاشدة صوب درب السلطان معقل الطبقة العاملة آنذاك، حيث انضم إلى المظاهرة آلاف العمال والمعطلين، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى باب مراكش، وبعده إلى المدينة القديمة. لكن لم يكتب لذلك اليوم أن يمر من دون دماء ودون سلم. ففي حدود الساعة الثالثة زوالا تلقى الجيش أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين، وبدأ البعض منهم يتساقط على الأرض دون حراك وهم في ريعان شبابهم، بل وهناك أطفال عزل. وتتضارب الأرقام بخصوص أعداد القتلى في هذه الأحداث، غير أنها تجمع كلها أن أعدادهم يتجاوز الآلاف. وانتقلت التظاهرات إلى باقي المدن المغربية وجوبهت بالعنف الشديد والاعتقالات. للإشارة ترأس يوسف بن العباس طارجي نادي الوداد الرياضي، فرع كرة القدم في الخمسينيات ابتداء من موسم 57-58، وجاء تعيين بن العباس رئيسا منتدبا للفرع بعدما شغل مناصب تسييرية عديدة داخل النادي الذي كان وقتها تحت الرئاسة الشرفية لولي العهد الحسن الثاني، حتى بعد انتفاضة 25 مارس 1965. لم يتخلى الحسن الثاني عن شخصية بن العباس المعروف بشخصيته العنيدة وتقربه الكثير والكبير للمخزن، لذا كانت المكافأة مكافأته منحه مناصب دبلوماسية ووزارية ووزيرا للخارجية في بداية السبعينيات، وكذلك سفيرا للمغرب بفرنسا. وقد واكبت صحف المحرر وليبراسيون والأهداف وجرائد أخرى مقالات نقدية، واعتبرته نذير شؤم وعار في جبين المنظومة التعليمية المغربية. ترك مجموعة من الأبناء يحتلون مناصب عليا. توفي يوسف بن العباس طارجي سنة 1986 بمرض عضال. إلى هنا نأتي على نهاية قصة الوزير يوسف بن العباس طارجي ومذكرته المشؤومة. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة. كل الشكر للداعمين للقناة وللمتفاعلين معها، وإلى لقاءات متجددة. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.